إلى لبنان، حيث تغيب آلاف التلاميذ عن صفوفهم لليوم الثالث على التوالي في معظم المناطق، وتظاهروا أمام مرافق عامة ومصارف في إطار حراك احتجاجي مستمر منذ 3 أسابيع في لبنان للمطالبة برحيل الطبقة السياسية. هذا وانضم التلاميذ إلى التحركات منذ الأربعاء الماضي مطالبين بمستقبل أفضل في بلدهم. أنا مش رايحة المدرسة لأنه المدرسة ما رح تفيدني، أنا مش باقي هون، أنا بدي مستقبل هون، مش هيك أنا عم صور لأنه المدرسة هذه الشهادة ما رح تفيدني إذا ما في أشتغل هون. نحن كطلاب كلنا نزلنا اليوم لأنه ما حدا